نايم وحد الدايم وعلى فراشك لا تضل نايم، اصحوا كلكم وحدوا الله، الشهر الفضيل رجع زارنا. اصحى يا نايم وحد الدايم وعلى فراشك لا تضل نايم، اصحوا كلكم وحدوا الله، الشهر الفضيل رجع زارنا. يا رب خلينا نبلش. يا الله، ليش رجعتوا فقتوا لك بنتي؟ قررنا نصوم مثلكم كمان. يا عيني، شو باشا؟ بدك تصوم انت كمان؟ ايه بدي. مو مشكلة، معناتها رح الصوم وصيام العصفور. وشو هالصيام هاد؟ صيام العصفور بيكون للصغار، بتصوموا لأذان الظهر، تمام هيك؟ تعال يلا. دايما عن إذنكن. شبك فاتح؟ شوفي، ما أكلت شي بنوب، صحنك لساته فاضي. ما خرج أكل مرت أخي، ما بيعود بيجيني نوم. يلا مسيك، عود محلي وتسحر. صحة يا بطل. شو طلعت لبرا لأنه ما بدك تتقل على السحور ولا في شي تاني صاير؟
مو قادرين اتسحر. كنت بتعرف مو هيك فاتح؟ ما فهمت عليك. انه عم يشتغل مع جينجو. على مين قصدك؟ فاتح قال لي بده يشوفني. قمت فعلا رحت لعنده وشفته. قال لي انه هو انقذه من القتل. قام هداك قدم له سيارة هدية وكتب له اياها باسمه. بصراحة حسيته متغير كتير، وكنت ضد اللي عمله، بس لما اجيت لهون ومصطفى مد ايده علي وضربني، قمت انا كمان قررت اني امشي. قعدت وفكرت، لقيت تصرفات مراد سخيفة كتير، ما قدرت اتقبل اللي عم يعمله. ما حسيته اخي ابدا، وما قدرت اقول شي لمصطفى. طاهر، مين هاد التافه؟ لسه ما بعرف منيح، بس الشي اللي بعرفه اني لازم وقفه عند حده لهالحقير. منيح انك ما خبرته لمصطفى هذا الكلام. روق انت، انا اكيد رح لاقي حل بشي طريقة. اذا خبرنا اخوك هلأ ما حيتحمل الخبر وحيعصب. يلا، في عنا كتير شغل الصبح تعرف. ايه معك حق اخي. يلا قوم. الو، كيفك عمي؟ انت بالجامع؟ ايه، نحن هلا رايحين على المشفى لحتى نجيب جسامين الشباب. منشوفك بالجامع لك. تمام عمي. طيب الله معك. فاتح اخي، روح على بيت سليمان انت، جيب امه وتعال عنا. انا وياك على بيت جاهد ومنجتمع بالمشفى. اتفقنا اخي. يلا امشوا. يلا تأخرنا على المدرسة. عاسق عاسق عاسق. خلصنا نفس. شايفت لك إذا ضل الوضع هيك رح تصيري حماية على صغرها. والله أنا مخوفتني هالشغلة. هاي خرجيتكن، خذوا. هاي إلك وهاي إلك. بس هدول اللي عطيناكن ياهن. لا غيرهن اللي عطيتونا ياهن مبارح ضبيناهن. يلا هدول خرجيتكم، مصاريكم تبع مبارح رح ندفعها. تمام، يعني هدول غير هدينك. اما فاتح وين؟ وماما مو هو رح يوصلنا على المدرسة؟ هو عنده شغل، انا رح اوصلكم على المدرسة. يلا شو ناطرين، خلينا نروح. خلص حنروح، جهزوا حالكم. يلا عن جد لو لولادنا ما بعرف كيف رح نضحك وننبسط بهالبيت. بتلاقي شي ضحكك مو صعبة. ايه كنت مستغربة انه صار لك كم يوم ما علقتي ولا حكيتي. ليش متغيرة هيك سنية خانم؟ لا تكوني مخطيرة. ومين قال لك اني مخطيرة؟ ايه انا وبهالعمر هاد فيني حط خمسة مثلك بجيبتي الصغيرة. ايه لا، سمعانينا شو عم تقول من عند الصبح. ايه بتحطي خمسة مثلي. ايه بس بجيبتك اليمين ولا بجيبتك الشمال؟ بجيبتي الورانية. ايه اضحكوا علي لشوف. ايه شي بيضحك؟ رح نتأخر، امشوا على المدرسة، طلعوا على السريع. يلا ما رح طول، باي. الله معكم. آسية، مراد ما في خبر عنه أبدا لحد هلأ مو هيك؟ لا والله حماتي، مفاتح قال عند رفيقه بالجبل. وشو رح يصير بهالقصة بعدين؟ مرت عمي شو بيعرفني أنا؟ عم تسألي هالسؤال إلي؟ ما عدت قدراني ركز أبدا، ما بعرف على شو بدي أضحك ولا على شو بدي أبكي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.